السلام عليكم. بدي أبدأ الحلقة بمطالبة ومناشدة لكل لاعب عربي ومسلم، بل كل لاعب عنده ضمير حي بغض النظر عن دينه ومذهبه وقوميته وشريعته وفي أي لعبة تلعبها، سواء لعبة فردية أو جماعية. هذه مطالبة لكل لاعب في شتى بقاع الدنيا. هذا وقتنا. أعلنوا تضامنكم مع القضية الفلسطينية وانشروها في كل مكان. أخبروهم عن واقع الحال الذي تعيش فلسطين من 74 عام. نعم، نتضامن مع ضحايا الحرب الروسية الأوكرانية ونكره الحروب ونبغضها ونكره سيلان الدم في كل بقاع الدنيا. الشعوب هي من تدفع ثمن طمع وجشع السياسيين وساسة الحرب. قالوا دائما لا تخلطوا السياسة بالرياضة، والآن باتت أمرا مشرعا بل محمودا مطلوبا مرغوبا أن تظهر دعمك لأوكرانيا في حربها. جميل جدا. بس لما شفنا أبو تريكة يرفع قميص تعاطفا مع غزة في عام 2009 هاجموه وأقصوه وأوقعوا عليه العقوبات من حجة لا سياسة في الرياضة. وشفنا فريدريك عمر كانوتي النجم المالي في ذات الفترة يرفع قميصه ويتضامن مع فلسطين ويهدي هدفه لأطفال غزة وضحاياها. قامت الدنيا ولم تقعد. ومن بعدها شفنا مواقف كثيرة على مر السنوات لأبطال كثر في شتى المنافسات الرياضية سطروا أجمل معاني التضامن والمؤازرة والدعم المعنوي دون النظر للعواقب التي ستقع عليهم. ذاك كان زمن استطاعوا فيه إنهم يوقعوا علينا عقوبات. الآن لا والله، لو حاولوا تكميم الأفواه فستثور عليهم الدنيا وتلفظهم منظمات حقوق الإنسان. لا تكيلوا بمكيالين. أوكرانيا ليست أفضل من فلسطين، بالعكس، قضيتنا هي أشرف وأصدق قضية على وجه الأرض وأطول والحق مغتصب من أصحابه. افعلوها يا أبطال، أوصلوا صوتنا لكل العالم. هذا نداء لكل لاعب صاحب ضمير حي، لا تخشى أحد، بالعكس شوف كيف الدنيا كلها صفقت للبطل المصري علي فرج المصنف الثاني على العالم في لعبة الإسكواش وفي بطولة أوبتاسيا في قلب العاصمة الإنجليزية لندن وأمام كل كاميرات العالم والصحافة. ما خاف ولا جبن، قوي حكى كل شيء في قلبه، نصر القضية الفلسطينية ووعى كل من لا يعي ولم يسمع ولا يفهم حقيقة الصراع في فلسطين. وهذا اللي بدي إياه منكم يا أبطال، ونداء لكل أصدقائي صناع المحتوى الرياضي وغيره، طالبوا جماهيركم بنصر القضية في هذا الوقت. هذا وقتنا بالتحديد، لا أحد بيقدر يمنعك. كما أوكرانيا قضية إنسانية وتستحق التعاطف، فقضيتنا إنسانية ومشروعة كذلك. أعطوني الآن نادي الأرسنال. إيش؟ طيب لحظة، هذا شكر وتقدير وقبل على جبين 3 مليون مشترك. نحن عائلة برنامج محمد عدنان اليوتيوبي، حققنا 3 مليون وما كنت عضو جبار معنا ليش؟ رايحين لـ5 مليون مشترك قبل كأس العالم 2022 إن شاء الله، ونكون بذلك أول قناة يوتيوبية كروية شخصية نصل لـ5 مليون مشترك حول العالم. معقول إنه حققنا 3 مليون مشترك وما كنت عضو جبار معنا؟ مين مشترك في القناة؟ لا، ما هو في إشي غلط. جسمك رافض تكون معنا؟ هو جسمك شو تركيبته البيولوجية بالضبط؟ ليكره يكون من الجماعة الجبارة. اشترك بسرعة بزر الاشتراك الأحمر ومجانا بدون مقابل، وادعس على راس زر لايك. بدي الدنيا كلها تسمع قوة الضرب على زر اللايك. أقل من 300,000 لايك ممنوع. واربطوا الأحزمة، ترى عندنا حلقة. يا عفو الله الرحيم، تب علينا يا الله. ولكن هذه المقدمة كانت ضرورية يا جماعة. أعطوني الآن نادي الأرسنال. إيش؟ نعم ورب الكعبة، فريق جبار لا أريد أن أواجهه في هذا الوقت بالتحديد. طبعا بتكلم كمشجع للسبيرز توتنهام وديربي شمال لندن على الأبواب بعد ما تم تأجيله قبل شهرين. الأرسنال يقدم موسم استثنائي، ويا سبحان الله، في أسوأ بداية موسم للأرسنال في العصر الحديث بعد تعرضه لـ3 هزائم متتالية في أول 3 جولات. ثار على الجميع وخلع قناع الضعف وارتدى رداء الجبروت. الصبر ثم الصبر ثم ستنال المراد وتحقق الهدف المرصود. لو أقالوا أرتيتا الموسم الماضي أو اللي قبله أو حتى في بداية هذا الموسم لما وصل الأرسنال لما وصل إليه الآن. هذا نتاج 1 الصبر، 2 العمل الدؤوب المستمر، 3 التطور الدائم والتعلم من الأخطاء والبناء عليها، 4 حنكة تدريبية من قائد الكتيبة مايكل أرتيتا، 5 حسن اختيار للعناصر الشابة والثقة بهم وتطويرهم، 6 تعاقدات مدروسة بما يتناسب مع متطلبات الأرسنال بالتحديد. هاي الأمور الستة صنعت لنا فريق جبار بات يخشاه الجميع وأنا أولكم. الأرسنال بات الآن في المركز الرابع وقاب قوسين وأدنى من التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وما زال عنده 3 مباريات مؤجلة. الأرسنال سيصارع تشيلسي بكل قوة على المركز الثالث. لا أظن أنه توتنهام ومانشستر يونايتد سيكون لهم نصيب بأحد المراكز الأربعة الأولى. دخلنا مرحلة الحسم في الموسم. الأرسنال فاز في آخر 5 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز. الأرسنال ما خسر من أكثر من 2.5 شهر. فرائس ليفربول ترتعد قبل مواجهة الفريقين يوم غد الأربعاء في الدوري الإنجليزي في ملعب الإمارات. لو تعثر
ليفربول ممكن نقول انه الارسنال سلم الدوري لمانشستر سيتي بشرط انه سيتي يفوز على ليفربول في الجوله 32 الحاسمه، وبهذا الشكل يحسم صراع اللقب في انجلترا. اجمل ما يميز الارسنال هذا الموسم هو عوده مستوى كثير من اللاعبين، بدايه بقلب الهجوم الكسندر لاكازيت. لاكازيت بخروج صديقه اوباميانغ انفجر الفرنسي واخذ راحته تماما. توماس بارتي الغاني اعاد لنا هيبه نسخته السابقه مع اتلتيكو مدريد. جرانيت تشاكا بعد يورو استثنائي يكمل ما بدأ في الصيف ويقدم موسم رائع مع ارتيتا ومجموعه الشباب. سيدريك سواريز الظهير الايمن البرتغالي وبطل اليورو 2016 بعد سنوات في الظلام في ساوثامبتون وبدايه غير مبشره مع الارسنال، انتفض هذا الموسم واستحق الاساسيه. وشتان بن جابرييل المدافع البرازيلي في الموسم الماضي وهذا الموسم. اما لو بدي اتكلم عن شباب الفريق فلن اجد الكلام الذي يوفيهم حقهم. بوكايو ساكا وايميل سميثرو وارون رامزديل وبن وايت ومارتن اوديغارد وكيران تيرني. احفظوا هاي الاسماء الست جيدا، فمستقبل الارسنال يقوم على هذا السداسي الرائع. مواليدهم بين 1997 و2001، يعني قادرين يعطوك 10 سنوات بالراحه، واذا كانت هاي بدايتهم بقله خبرتهم ويصنعوا العجب العجاب، فما بالك مع تراكم الخبرات. الارسنال محظوظ بهم حقيقه. طيب نقلب الصفحه وننتقل لايطاليا وبالتحديد مدينه تورينو، حيث يقبع الوحش المزلزل، الحمار الوحشي القاتل نادي اليوفنتوس. السيده العجوز نصبت نفسها بين الاربعه الكبار على سلم ترتيب الدوري الايطالي، شاء من شاء وابى من ابى. تخيل لو بدايه اليوفي ما كانت متعثره وماساويه، لكان اليوفي الان بالصداره وبفارق مريح عن الجميع. طيب تخيلوا لو التعاقد مع النجم الصربي الرائع دوشان فلاهوفيتش كان بالصيف الماضي مش بالشتاء. اليوفي الان يبتعد عن الميلان المتصدر بفارق 7 نقاط فقط. ممكن يحصل العجب العجاب في ايطاليا، فيبقى الدوري الايطالي حاليا هو الاميز تنافسيا هذا الموسم بين الدوريات الخمس الكبرى. اليوفي فاز في اخر 3 مباريات في الدوري، اليوفي ما خسر في اخر 14 مباراه في الدوري، 10 انتصارات و4 تعادلات. اليوفي ما خسر في الدوري من 4 شهور تقريبا، تخيلوا. اليوفي تصدر مجموعته في دوري المجموعات لدوري ابطال اوروبا، وامام مين؟ امام حامل لقب المسابقه نادي تشيلسي. اليوفي وضع قدم في نهائي كاس ايطاليا بعد فوزه ذهابا على فيورنتينا 1-0، بقي الاياب ثم انتظار الفائز بين الميلان والانتر في نصف النهائي الثاني. الامور واضحه، ماسيميليانو أليجري كان يحتاج الى شويه وقت لتعديل وتوجيه بوصله الفريق بعد ما غاب عنه 2 سنين، عاد فوجد امامه تحديات كبيره، لاعبين دون المستوى وبمرتبات ضخمه، ولاعبين لا يصلحوا لبناء منظومه فريق منافس، ودمار في البيت الداخلي وثقه مزعزعه تركها سلفيه ماوريسيو ساري واندريا بيرلو، فاحتاج أليجري بعض الوقت لتصحيح المسار، والان استقرت المركبه وبدات تعصف بكل من يقف في طريقها. التحدي الاكبر الان هو تخطي عقبه فياريال في اياب دوري 16 دوري ابطال اوروبا، مع انه الفريق حقق نتيجه ايجابيه في لقاء الذهاب بالتعادل الايجابي بهدف لهدف. هلا انا شخصيا مرشح اليوفي في لعبه ان اقطع قبل انطلاق دوري 16، الله يستر، عشان هيك حشجعهم من كل قلبي. طيب بالنظر لعناصر الفريق فما زال اليوفي محافظ على حرسه القديم في الخطوط الخلفيه. أليجري يؤمن بفكره انه الخبره تربح في الخطوط الخلفيه، فهو يفضل الخبره والحنكه والتجربه على اندفاع الشباب، ولذلك ما زلنا نرى تشيزني في حراسه المرمى بالاضافه لخمس مدافعين، يختار منهم أليجري بالعاده 2 أو 3 للقيام بالادوار الدفاعيه، وهذا الخماسي مكون من القائد كليني بالاضافه لبونوتشي ودي ليخت الشاب بخبره الشياب والبرازيليان دانيلو والكساندرو. لا ننسى تالق كوادرادو مؤخرا على الجهه اليمنى وعرضياته التي تسببت باهداف في مرمى الخصوم بنيران صديقه. شفنا الامر في لقاء الكاس مع فيورنتينا وتكرر ذات المشهد امام سامبدوريا في الدوري. في كلام عن رحيل قريب لموراتا وعودته لاتلتيكو مدريد، وهناك الاتلتي ممكن يسرحوا لاي فريق، وانه اليوفي لازم يتعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع يفوق قدرات موراتا. شخصيا ارى انه التعاقد مع فلاهوفيتش ما اضر موراتا، بل بالعكس دفعه للتنافسيه وتقديم كل ما عنده للعب اساسي الى جانب فلاهوفيتش. وديبالا يبقى ديبالا جوهره الفريق التي لا تنضب في خط المقدمه، واشعر، اصححوني لو انا كنت غلطان يا جماهير اليوفي، اشعر كانه ديبالا توهج بخروج الدوني كريستيانو رونالدو. شايفين هذا الشيء؟ انتوا احكوا لي في خط التعليقات اذا كان صحيح. وعلى سيره الدون العملاق كريستيانو رونالدو، شو بيعمل هذا المجنون؟ هل سمع الدون انه الدنيا تصفق لصديقه كريم ابن الذمه لعجيب صنعه في لقاء باريس في دوري ابطال اوروبا؟ فحلف الدون وقال: ورب الكعبه لاسرق الاضواء منك يا كريم، اقوى لاعب تنافسي في تاريخ البشريه منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33,000 عام. يا جماعه، حدا عنده لاعب تنافسي عاشق للتحديات وضرب الارقام القياسيه اكثر من دون؟ تفضل احكي لنا منهم في خانه التعليقات. لاعب مجنون لا يوقف شيء، في اصعب واحلك الظروف يخرج من حيث لا تحتسب، غياب عن المباريات ومشاكل داخل وخارج الملعب، وفجاه عاد من جديد ليحطم الجميع. ويا لسوء حظي انا ما عرف يرجع الا على توتنهام وحارسي المفضل لوريس. حقت ورب الكعبه حقد الكلاب السود في الليله الحمراء. كل هذا لا يمنعني اني انصفه واقول انه هذا اللاعب هو الرقم الصعب، لا يموت ولا يتوقف. ثاني هاتريك له مع مانشستر يونايتد بعد 44 هاتريك مع ريال مدريد، و
وعشر هاتريكات مع المنتخب البرتغالي. هذا اللاعب هو الرقم الصعب، لا يموت ولا يتوقف، كل ما قلنا انتهى، الجمنا بأهدافه بكل الأشكال والألوان. أما ميسي فلأول مرة في التاريخ ميسي يتعرض لصفرات الاستهجان من الجماهير الباريسية في لقاء بوردو. هل استحق ميسي ذلك؟ نتكلم بصراحة ولا بعاطفي، شو رأيكم؟ هل تلام الجماهير؟ إياك ثم إياك تلوم الجماهير إن عبرت عن غضبها، وهذا حقها المشروع. جماهير باريس حلمت بلقب دوري أبطال أوروبا، يا ريت كان الخروج بسيناريو طبيعي، لا والله بل بفضيحة مزلزلة هزت أركان النادي ونجومه وملاكه. ميسي لاعب محترف على أعلى مستوى، يعلم إنه الجماهير غاضبة فما رد عليهم إلا بالملعب، قدم مباراة كبيرة مع بوردو، ولكن لا شيء ينسي تلك الجماهير مرارة الخروج من دوري الأبطال. الكلام عن إنه ميسي غاضب ويريد العودة لبرشلونة، برأيي هذه ترهات لا تقترب من الحقيقة بشيء. الرجل محترف وسيلتزم بعقده حتى النهاية مع باريس سان جيرمان. أما مبابي فسينتقل نعم لريال مدريد، باتت حقيقة غير قابل للنقاش. ولكن ما يقال حاليا في الصحافة عن استقالة لرئيس النادي السيد ناصر الخليفي والمدير الرياضي ليوناردو ما هو إلا كلام فاضي. الإدارة أوعى وأذكى منها تتصرف هيك تصرف في هيك وقت بالتحديد. نعم ممكن أخطأوا بالتعاقد مع بوشيتينو، بس مش كل قراراتهم حتكون خاطئة بهذا الشكل، لأنه إقصاء هؤلاء الناس في هذا الوقت وكأنه تحميل مسؤوليات وتوجيه أصابع الاتهام لشخص السيد ناصر الخليفي وليوناردو. بالعكس الإدارة القطرية ستتروى كثيرا في قراراتها القادمة. نعم في قرارات مصيرية جاية ولكن لن تكون الآن، من منطلق اللي فيه لم كفي. وأرى أنه في حال صدقت الأخبار اللي بتقول أنه السيد ناصر الخليفي وليوناردو قاما بالاعتداء على طاقم التحكيم وبعض عمال النادي في ريال مدريد وتهديدهم، أقول لو صحت الأخبار وفعلا طلع في فيديوهات فالسيد ناصر الخليفي له تاريخ أبيض ناصع مع الاتحاد الأوروبي والفيفا. رح أقول لك بالدليل، فهو دحض فكرة السوبر ليج وتمسك بهيكلة الاتحاد الأوروبي، وذات الأمر ينطبق على علاقته بالفيفا، وبرأيي لن ينسوا له ذاك الموقف، ولو وقعت العقوبات فستكون مخففة برأيي. خلونا نشوف الأمور لوين رايحة. في شأن آخر، نعم برشلونة قوي جدا ولا يخسر، وخمس رباعيات في 35 يوم. قلت لكم والله برشلونة خرج من أزمة 2020، ما صدقتوني. استمتعوا بفريقكم الآن وانتظرونا في حلقة تقديم لكلاسيكو يوم الأحد القادم. قبل المباراة بساعات راح نقدم للمباراة ونعيشها مع بعض، وعندنا قبلها لسه حلقة يوم الجمعة راح نحلل جولة الإياب لدوري الأبطال ونشوف شو راح يعمل برشلونة مع غلطة سراي في الدوري الأوروبي. وترقبوا بمناسبة الوصول لثلاثة مليون مشترك قصة بناء الأستوديو من الألف إلى الياء قريبا. تابعني في حساباتي الشخصية وإياك غيب عنك جديدي ويومياتي أول بأول، هاي حساباتي من هون. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات على كل إشعارات، وبدنا 300 ألف لايك مش متنازلين عنها. متعونا في خط التعليقات، وإلكم مني اللايك والقلب وراح أعلق لبعضكم. أراكم على خير أصدقائي، سلام عليكم. خد عز المايك يلا. تعرف الحلقة الماضية كم لايك وصلت؟ كم جاب؟ 500 ألف لايك، نص مليون لايك، نص مليون إنسان ضغط زر اللايك. يا عفو النص. وهذا قد يكون أعلى عدد لايكات في فيديو كروي في اليوتيوب في التاريخ. يا عفو الله، ما أقواكم يا جبابرة.